أهلا فيكم في نكهات وأكلات في رمضان. في هذا الشهر اليوم طبخنا على قدم وساق، مقدمين فيه أحلى الوصفات، من ضمنها وصفة المكبوس اللي نعتز فيها وأحبها كثير. كيفك شيف محمود؟ تمام الحمد لله. أهلا، إيش مقدم لنا اليوم؟ أي وصفة المكبوس اللي بعتيها قلت لازم نحضرها اليوم. أحلى مكبوس في الدنيا إن شاء الله، بالحشو وباللحم الضاني. بالحشو يعني بس بنحمص البصل شوية وبعدين نحط عليه الحمص والبهارات تبعه والحشو تبعك واللحم الضاني موجودة وراه. إن شاء الله. كل حاجة شغالة. جميل جدا. شيف سمعان إيش مقدم لي اليوم؟ اليوم أنا بحضر شوربة لقطين. قرع هي شوربة غنية بالفيتامينات وبالنشويات وفيها أنواع الخضار، وبتعرفي طبق أساسي لشهر رمضان الكريم يكون عندنا شوربة مع الأفطار. جميلة جدا. لا وتصمد الصايمين إن شاء الله. أكيد ما في شك. حلو كثير. نبدأ إن شاء الله. شيف سمعان، شو بتقدم لنا اليوم كشراب؟ اليوم بدي حضر سموسي بالتوت المنوع يلي هن ثلاث اصناف رح نبلش فيهم. ممتاز. مشان نقدمهم بشهر رمضان. حلو، يعني تشكيله من التوتيات بالاضافه للكرز على الافطار. ايوه بيكونوا جاهزين. حلو كثير. وبنضيف لهم الحليب، عشان كذا تحولت من عصير التوت العادي الى سموثي. مزبوط. هلا حطهم بالخلاط. نعم. رح نزيد لهم السكر، رح نزيد لهم الحليب. هون عنا ثلاث أنواع موجودين على طول، فينا نلاقيهم بالأسواق. متوفرة، هي طول السنة متوفرة. متوفرة على طول. نعم. وهذه من الأشياء الحلوة جدا في الصيف لأنها مغذية ومضادات للأكسدة. مزبوط، وبتبورد. واللون حقها حلو. أكيد. هلا رح نحط الحليب. نعم. نحط التلج. نخلط معهم الثلج. أيوة. ممكن نضيف لهم ما ورد وما زهر والأشياء هذه. السموسي يعني مش كتير متحبة، فينا نقطة ما زهر ما من ما بيأثر يعني. والسكر ممكن نستبدله. هلا هون صارت جاهزة. نعم. ممكن نحن مطرح الحليب والسكر فينا نحط آيس كريم فانيلا، يعني بوست. أيوة. الفانيلا 2 سكوب بوست فانيلا تطلع كتير طيبة وكتير فيها نكهة غنية. صحيح. وفينا كمان مطرح السكر. الآيس كريم بيعطيها كمان البرودة. أكيد أكيد. يعني ممكن نستعين نترك الثلج ونحط الآيس كريم. أكيد. فينا كمان مطرح السكر عادي. نعم. نحط سكر للرجيم او سكر خفيف السعرات الحراريه. أوكي. مشان الاشخاص اللي عندهم بده يعملوا حميه او عايزين يعملوا رجيم. وفرصه في رمضان الواحد يخفف وزنه فنستبدل السكر الطبيعي بعسل او سكر فركتوز 100%. هلا رح نسكبها. ليكي لونها شو حلو، كثير لونها حلو، لونها كثير رائع على موف على بنفسجي. هلا عبينا كثير حلو خليط. هون رح نعبي كمان كبايه. ما كفت معانا، ممكن نصبهم الجيك. هلا هون رح نزينها كمان بالتبريق. نفس الشيء، نفس الزينه حقت الجيك نحطها في الكاس. ايوه. حلو كثير، نختار نوع من التوتيات ونحطهم على الحافه، منها تزين وتشهي الطعم وتخلي منظرها كثير حلو على السفره. اكيد. هلا بالنسبه للسموسي نحن فينا نحضر غير بالتوت، فينا نعمل بالكرز، فينا نعمل بالفريز. أيوة. فينا نعمل بعده اصناف. يعني نختار اي نوع من انواع التوتيات والاشياء هذه ونحط لها الحليب والسكر، وهذا هو خلطه السموسي التقليديه. هذا خلطه السموسي بس. الفرق فينا يا بنحط سكر مع الحليب. أيوة. يا بنستبدل الايس كريم عشان تبقى مسقعه، ودغري فينا نعملها قبل بوقت نحطها بالبراد، او فينا نعملها تكون دغري اون ذا سبوت. يعني تستحمل العصير هذا، يستحمل وجوده بالثلاجه. اكيد. ان شاء الله. هلا صارت جاهزه ونحن صار فينا نقدمها. ممتاز، شكرا جزيلا، رائع جدا، كثير شكلها حلو، الوانها رائعه جدا.
وعدنا لكم مره ثانيه مطبخ الخارج، وبشوف شيف محمود ايش عامل لي في الحلويات. يا اهلا بك، عاملين النهارده وردات الشام وشعبيات. شعبيات محشيه كريمه وشعبيات هنحشيها بالقشطه بعد ما تستوي. جميل جدا. عندنا الاصل واحد، هي نشابه البقلاوه اللي هي عجينه البقلاوه. عجينه البقلاوه الكبيره بتاخد حوالي 12 راق وبتاخد شغل كتير ونشا وتبقى كبيره جدا، يعني عاوز لها طاوله قد المطبخ كله. اوه، ونقدر نعمل منها هذه كلها الشعبيات والاسماء اللي قلت لي اياها كلها. تطلع معاها بقلاوه، تطلع كل وشكر، وتطلع شعبيات، يطلع معاها لا كل وشكر هذه جديده. اي كل وشكر هاي حاجات صغيره بتبقى أصغر. قطع صغيره كتير محشيه بالجوز. حلوه جدا. الحين بنتقل معاكم لشيف سمعان بشوف ايش عامل لي في الشارع. أهلين شيف سمعان. مرحبا. بشرني وش سويت في شوربة القرع؟ أنا هلأ بلشت عم بقلي البصل. ممتاز. وهلأ لحط الثوم. الثوم قليهم وهنزيد رشة ملح. حلو. على البصل نفسه نحط الملح؟ أكيد، بصل والثوم حط له رشة ملح. أي طب القرع متى نحطه؟ في اي مرحله؟ الان ولا نستنى عليه شوي؟ لا، بنقلي اول شيء البصل والثوم، نرجع بنزيد الكرافس، بعدين بنزيد الجزر. حلو. وبنرجع بنحط اللقطين او القرع. انا احب القرع شوي ماخذ حراره. لا اكيد القرع هلا ممكن القرع دائما بده يتقلى، الخضره بتقلى دائما بالزيت منيح تحمر شوي، نرجع بعدين نضيف له المرقه. جميل. طب والزيت اللي استخدمناه نباتي ولا ممكن نستخدم زيت زيتون؟ زيت زيتون او زيت نباتي. حلو. لا تمام هذا. والبهارات موجوده معانا والخبز. البهارات موجوده. محضرين لحنا كزبره مقليه. الله. ومحضرين خبز مكعبات بالسمار. الخبز. نعم. جميل جدا. بعد ما حركناه نحط الجزر عليه. كثير حلو. اليقطين شيف باي مرحله بنحطه؟ لقطين هلا من بعد ما نقلي الجزر وهيدا الخضره مع البصل والثوم والكرافس، دغري نحن بنرجع بنزيد هلا اللقطين. اليقطين حيذوب اكثر ولا الجزر؟ مين حيكون طعمته واضحه في الموضوع هذا؟ لا، الجزر بياخذ وقت صراحه ليذوب. اللقطين اهين من الجزر. اللقطين دغري بيستوي اسرع من الجزر. والحلو ان الاثنين لونهم برتقالي وهذه تحتوي على ماده البيرا كيروتين المفيده جدا للنظر. للنظر. ما في هذه المواد كثير مهمه في التغذيه وخصوصا للاطفال الصغار. هلا هنزيد له مرقه الخضره. حلو. حط كميه وافيه. اكيد. نرجع بنزيد له الكريمه. رح نخلي شويه كريمه عشان نزين فيها الجاد بس نسكب على الوجه. نعم، للتزيين. هلا هون بنتركها تغلي، بدها على القليله بين 25 ل 30 دقيقه. بنخليها تغلي. انا بهالوقت حضرت شوربة لقطين جاهزة من قبل مثل ما شايفة. ذابت، أنا شايفتها ذابت بالكامل. ذابت بالكامل، صارت جاهزة. ممتازة، نضربها. ممتازة ممتازة، حتى ريحتها تاخذ العقل. هلأ لحنا. نعم. رح نضربها الهند ميكسر. خلاط الشوربة. أيوة. بلش يطلع لونها، بلش الريحة تبعها تكون غنية طيبة. وامتزجت وصارت سميكة جدا وماخذة السماكة المطلوبة. هلا تقريبا صارت جاهزة. كثير حلو. نجيب وعاء التقديم عشان نقدمها الحين مع الزينة ومع الأطباق الباقية. صار فينا نسكبها. نعم. مثل ما قلنا شوربة لقطين غنية بتتقدم بحياة لمناسبة خاصة برمضان، شهر رمضان المبارك. ومفيدة يعني بسماكة، سماكة وطعم وفايدة كثير كثير بتغذي. في شغلة كثير مهمة ولون حلو، انه مش ضروري كمان اللقطين كل اللقطين نفرمه، لو بقي حبوب لقطين حلو الواحد يستطعم فيها. نعم، ليحس انه بأكل طبيعي وصحي. هلا لحنا صارت جاهزة. هلا هون أنا حضرت
شوية خبز محمص رح نرشهم على الوجه، وممكن نحطه في صحن على جنب، وفينا نحطه على جنب اللي بده يزيد. وكمان هون قليت كزبرة قليتها قبل وحضرتها، رح نحطها بالنص. كثير حلوة الكزبرة المقلية، الكريمة بهذا الشكل كإضافة حلوة، ثلاث ألوان تجنن. وهلأ طبقنا صار جاهز ليتقدم. طبق كثير حلو، ألوانه تاخذ العقل وكثير حلوة، الأصفر والأخضر والبني. شكرا كثير شيف سمعان، الطبق ياخذ العقل وألوانه كثير حلوة. شكرا. ننتقل الحين للفاصل ونشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. طبق مميز كثير، وهو المكبوس مع الدقوس والحشو. هذا الطبق اعتز فيه كثير واحبه، من الوصفات اللي استمتع كثير في تطبيقها. المره هذه حيطبق لنا شيف كبير ورائع، هو شيف محمود. تفضل شيف محمود. اهلا بك. اهلا وسهلا. طبعا الوصفه حقك، الوصفه تبعك، هاي وصفتك مزبوط، هنطبقها زي ما انت بعتها لنا وقلت لازم احنا نحتفظ بالاشياء هذه، نحتفظ فيها الكلتشر بتاعنا نمشي عليه. فانا ماشي على نفس الحاجه بتاعتك ان شاء الله. في عندنا ميه، الميه بس بنسيبها تسخن شويه وبنسقط فيها اللحم. حلو. اللحم بيكون قطع كبيره، الاحسن حاجه بيكون حتت من الكتف مع العظم. الكتف مع العظم نفسه بيديني طعم كتير كثير حلو. طب ليش الكتف؟ الكتف من اكتر الحاجات اللي هي طريه، يعني الفخذ بيبقى العظم بتاعه شديد شويه، اللحم بتاعه شديد شويه. نعم. عضلات الكتف بيبقى فيه فات شويه وفيه دهن. نعم. لما بنسويها بتلاقيها يعني دايبه مش محتاجه حاجه. جميل. وفي جميل. عندنا بنسميه الهيل الاسود، عندكم بتسموه عرق الهيل. عرق الهيل. مظبوط. نعم. الهيل الاسود. في عندنا الكركم الاصفر، لازم يسبح في الكركم كثير، لازم ياخذ. نعم. لون تمام. وعندنا القرفة. القرفة. القرفة مظبوط. شوية بس كتير، بلاش نكترها يعني. ده هنسيبها تستوي. نعم. تاخد لها ساعة. ممتاز. على النار مظبوطة عشان تبقى معانا. يعني الخروف تمام. عشان يستوي ياخد معانا ساعة. ساعة حسب القطعة اللي أنت مقطعها. حلو. هل في قطعة كبيرة أو صغيرة؟ صحيح. بعد ما بنسويها هنبدأ بالرز، خلصناها وسويناها. نعم. وتمام نشلناها، يعني شلنا اللحمة من قلب المي نفسها. نصفيها. بنصفي اللحمة من قلب المي. ماشي كده خلاص. احنا هي عندنا الستوك بتاعها او الصوص اللي جاي من اللحمه. نعم. واخد القرفه، واخد الهيل، واخد. نعم. الكركم. فعندنا الصوص بتاعنا اللي موجود. انا اختلف معاك شيف في نقطه واحده، ان انا احط القرفه هنا عيدان. ايه؟ هذه بس طريقتك انت اليوم مميزه، حطيت القرفه بودره، هذا اختلاف. هذه عد نكهه الشيف وطريقته الخاصه فيه. هي مش هنختلف كثير. لا انا برضو الشيفات لهم كمان اسرارهم يعني. فعندنا الشوربه بتاعتنا اللي احنا خدناها فيها جدا. الطعم اللحم. صحيح. مع العظم بتبقى غنيه كثير جدا. اخذت كل خلاصه اللحمه. ايه؟ وصار شغل. وعند الرز انا بغسله. ايه؟ ما بنقعهش. ما تنقع. اي لان لو نقعته مع الشوربه انا عاوز ياخذ تيست من الشوربه، وعاوز ياخذ ماء من الشوربه وما يكسرش. نعم. يبقى مظبوط. انا انقعه نص ساعة إلى ساعة. اختلاف. اوكي، هناخذ الرز عندنا، هنحطه في الشوربة بتاعتنا. ما احنا كمان نبي نتعلم حرافة الشيف في اليوم. يعني وصفة ست البيت وحرافة الشيف. متأكد طبعا. فده خلاص احنا حطينا الرز مع الشوربة بتاعته تمام. صحيح. هنغطيه ونسيبه زي ما هو. ونخليه يستوي على مهلب نار هادية. على نار هادية. يستوي براحته. نعم. عندنا خدنا الحاجة خلاص، احنا اللحمة خلصناها. جميل جدا. في عندنا حاجتين هنعملها. في عندنا صوص الطماطم بسموه. ايه؟ انتوا عندكم دقوس. دقوس. عندنا صوص الطماطم. دقوس. هذا لازم مع الرز، اذا ما حط دقوس ما حناكله. ما احنا اختلاف زي ما ايه؟ انا على نفسي ما اكل الرز المكبوس بدون دقوس. طيب على طريقتك قولي لنا ازاي نبدا بالدقوس. ابدا نحط الطماطم وعليها الثوم، وبعد كذا نتركه يطبخ بهدوء، شو نضيف له شوية موية والفلفل في الاخر ممكن. في الاخر انا ما احط زيت. انت شغاله صحي كثير. والله مو صحي، هذا اللي تعلمنا من امهاتنا. طيب ماشي، الطماطم معها الثوم. تعرف احنا الجو عندنا حار في الخليج. أي والجو طبعاً. الحار نحاول نقلل دهون قد ما نقدر في الاكل، لان حراره ومع اكل دسم دائما الاشياء الدسمه في الدول البارده بتدحرج. الدول البارده لان محتاجون انهم طاقه تتولد في اجسامهم، لكن في الدول الحاره نفضل احنا نخفف. طب احنا تحبي نحط ملح وفلفل؟
يا ريت انا بحط معها فلفل يا ريت هو اللي حيطلع النكهه اكيد اكيد طبعا نضيف المويه ونتركها على نار هاديه ونسيبها على نار هاديه نزود لها شويه مي اكيد ونتركها ساعه على النار هاديه عشان تستوي تمام وبعد ما بتستوي بتبقى والصلصة. مفرومه معنا الصلصه لها طريقتين على فكره ممكن نضيفها الحين ممكن نضيفها في البدايه على أوكي. النار الحاره ما في مشكله النار الحاره عندنا بتلزق يقولوا له ولي نكسر سمه اوكي طيب احنا عندنا ناخذ الصلصه عندنا نعم ونحطها مع الصلصه دايما بنحط ايه لو حضرتك فاكره بنحط شويه سكر اكيد لان السكر مع الصلصه بيكسر لي حده الطماطم لان تبقى حاره كتير شيء جميل حده كتير وعشان الاسيديتي زي ما قلت لنا وخبرتنا على الموضوع هذا الشيء ده بيبقى الاسيديتي عالي في صلصه الطماطم حتى اللي عنده نقص حديد ياكل صلصه الطماطم كل يوم معلقه كفايه تمام ممتاز والله احنا عندنا عملنا صلصه الطماطم او عندكم بتقولوا عليها دبوس نعم اوكي طيب احنا عشان ما نطولش عليكي انا اعمل لك واحده جاهزه هي بتبقى كده؟ هذا هو شكلها صح مظبوط ممتازة ما شاء الله والريحة نفس الريحة بالضبط تحب تضيف عليها حاجة؟ لا 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 تمام احنا عندنا الرز بتاعنا تمام جميل جدا جاهز عاوزين نعمل الصوص اللي هنعمل بيه التتبيلة بتاعت اللحمة نفسها الحشو عشان هنحطها في الفرن صوص اللحمة في عندنا اللحمة بعد ما نشلناها صحيح وحطناها يبقى هنحط معاها الحاجة بتاعتها صح قولي لي بقى اضيف الصوص بتاعك ازاي؟ ابدا انا احط بهارات واحط الزيت خلينا نمشي هذا الزيت الزيت معانا اوكي حط من كل شيء هيل شوي هيل انا ماشي على وصفتك بس مش تحب تحط هيل حب؟ لا نحط هيل بودرة حطينا نحط الزعفران ومعنا الورد نعم مع ماء الورد نحط شوية كركم نحط شوية قرفة في عندنا شوية كركم وفي عندنا شوية قرفة نبي على من كل البهارات نحط شوي شوي نعم طيب معنا الصوص بتاعنا تمام كده تحب تضيف عليه شيء؟ ابدا هذا ابدا الحين نغلف اللحمة فيه وندخلها الفرن ممكن نقليها لكن زي ما قلنا خلينا نمشي صحي شوي في رمضان اوكي تحب نحط عليها؟ نعم نغلف كل لحمة بلحمة نلبس جلافز ونغلفها؟ اي اوكي كل وحدة بوحدتها ممكن على فكرة نسقطها ونحركها بال زي ما في الوعاء هذا النار عالية على الطماطم شيء نفصل عليها خالص نقصر عليها النار نقصر عليها النار ونطفي النار الثانية اوكي ناخذها نحط عليها الصوص وبعد كذا اغلفها بايدي وعلى الفرن تدخل على طول مباشرة اتجهنا للفرن قلنا شوي نخفف دهون ونترك المقالي معناها هي على فكره بالزيت مو سهله طعمها ياخذ العقل هي طعمها كثير حلو بس يعني شويه زيوت وحر الصيف والحر والصحراء انت قلت الحر كثير بيتعبنا ورمضان يعني. السنه هذه توافق مع اشهر الصيف نعم ربنا يسترها ان شاء الله شهر مبارك وفضيل علينا وعلى كل المسلمين في كل مكان ان شاء الله ان شاء الله ديت عندك ممكن تبداي في الدوكس لو تحبي في الحشو في الحشو نبدا في الحشو نعم اوكي أنا حطها لك هنا أزح لك هاي شوية نقرب البصل والزبيب أوكي طبعا الحشو أنت عارف شيف اللي هو الحمص المفلوق ننقعه مدة نص ساعة وبعد كذا ندخله في الطبق متأكد طيب الحمص المفلوق هذا من أهم تحبي نبدأ بالبصل نحط البصل أول شيء أوكي كفاية ولا زيد؟ لا كفاية تمام أزيد شوية طيب نقرب المويه لان اول شيء لازم نعرض البصل للحراره بدون زيت ونقلبه شويه لحد ما ياخذ يدبل نعم. وياخذ اللون اللي هو الاصفر شويه الاصفر الفاتح بعد ما حمصناه شويه نزيد المويه دلوقتي ولا نستنى شويه؟ لا 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 توا يبغى له شويه شقر هذه طريقه حلوه على فكره وتطلع النكهه السكريه اللي في البصل بالتاكيد لان البصل في عندنا سكر حتى لما تعوز تعمل جريل للبصل بتحطيه مع النار لحاله هو نفسه في سكر بيتلون ويصير البصل زي البصل المشوي يعني نفس طريقه البصل المشوي لما نحطه على الشوايه نفس الطعم لكن مع الاشياء العطريه مثل الزعفران وماء الورد بيختلف تماما مزبوط تحب نزيد له شويه ميه بشويه؟ لا نصبر عليه شوي ما ودك نشقره شوي؟ انا احب اشقر انت تحب كذا يا شيف؟ انا بحب كل حاجه في البصل هذه وصفه هذه وصفه الشيف بتكون ما هي وصفتي انا احب اشقر شوي اوكي خلاص
جميل جدا. انا مش هضيف ميه لما تقولي هذا. انا هذا الصوت طبعا. هذا الصوت لما يطلع هذا المؤشر عندي ان البصل بدا يشتغل. متاكد؟ فلما ما يطلع الصوت هذا اعرف ان البصل ما اشتغل، اقول لا خلاص اصبر عليه شوي. اوكي نضيف له، نضيف له المويه. نعم شويه بشويه، شوي بشوي. اوكي نترك شوي، نترك شوي، نخليه شوي. الحين انا كذا اسويها، انت كيف تسويها؟ مزبوط، انا بس احط لها معلقتين ميه واقلب، واحط معلقتين ميه واقلب، يبقى كذا تمام. سامع الصوت هذا؟ انا ما احب، ما احب يختفي، احب يكون موجود على طول. طيب جميل. طيب اوكي نحط المكونات عليها، لكن هي تحتاج شويه انها تغمق. وقت نحط المكونات عليها، وانا عندي واحده جاهزه مجهزه، ونجيب الجاهزه نوريها الجمهور بعد ما نضيف. هنحط عليها الحمص، الحمص المفلوق. نعم. والزبيب، نحط عليه الزبيب. وعندنا الزعفران. الزعفران عاوزه تفرك الزعفران ولا تحط الزعفران عادي؟ نفرك. افرك انت يا شيف. اوكي تفضل. طعمك. انا كنت حطيت الزعفران العادي، فجت الست عهود قالت لي لا احنا عندنا بنفركه بالايد وبعدين نضيفه على هناك. اكيد لازم نكسر الهيل، ولازم يكون ناشف شوي ما يكون ذايب. ولو حطينا عليه شويه مزهر، ما ورد، ما ورد. تفضلي. ونحرك ونجيب اللي حضرناه قبل كذا. قلت علينا القرفه وال، اكيد قرفه وكمون، والكمون، وعندنا الكركم كمان. تحب تحط عليه هيل؟ وملح وفلفل. والهيل؟ والهيل شويه هيل. الهيل هذا برش على كل شيء اصلا، حتى على اللحمه برشها قبل ما تدخلها على الفرن. بالتاكيد طبعا. يعني ذره الهيل هذه موجوده على كل. طيب. الاكل احنا اليوم. خلاص احنا عملناها، وهنفضل نسيبها 10 دقائق نحرك المكونات كلها لحد ما تبقى مفلفله مش معجنه. صحيح. فتبقى ممتازه، ودي واحده انا محضرها لك عشان نقدمها مع الاكل بتاعنا. وهذا شكل الحشو طلع معانا الحين كثير حلو. يعني لو شفنا اللي هي مش معجنه. إيه؟ كل حاجة لوحدها عشان تتقلب على الرز. صحيح. من فوق. ماشي، ده موجود معنا. نعم. الرز بتاعنا جاهز. حلو. اللحمة بتاعتنا هنحطها في الفرن، ندخلها الفرن. جميل جدا. ومعنا الدقوس جاهز. ومعنا دقوس جاهز. الأطباق صارت متكاملة الحين. هو على فكرة الطبق شوي يحتاج شغل، لكن أيوة. يعني يستحق، يستحق العناء. هو غني كتير جدا، غني يعني ما شاء الله. احنا عندنا رز الحلو طبخه، ايه، وعندنا الحشوه طبخه. نعم. والصلصه الطماطم تقول عليها انتوا دقوس، وممكن تكون شوربه ذي لو تخففت. ايه. شوي صلصه. تمام. وده اللحمه عندنا موجوده. نعم. نغرف دلوقتي، هنغرف الطبق. نعم نغرف الطبق. ايه اوكي. ايه. طب ايه رايك نشوف الرز بتاعنا؟ ايه حلو وتفلفل وصار نثري. اوكي. لو قلبنا من تحت لفوق. صحيح، عشان يتنفس الرز. تمام، عشان يتنفس معانا الرز. مهم جدا ان الرز يتنفس معانا. انا بحب في الرز البخار اللي طالع منه. انا يعني بحب في الرز البخار اللي طالع منه احنا بنشتغل. اي جميل جدا. كثير شكله حلو مفلفل ونثري، احنا نقول نثري. نسميه نثري هذه لما كذا، ولازم يتنفس. لا احنا بنسميه مفلفل. مفلفل. شوي. تسلم ايدك شيف، كثير ريحه طيبه. وننتقل الان الى فقره منزل وهدايا، ونشوف ايش حنقدم شيء لمنزلنا او هديه لاحبابنا واقاربنا. مع كثره الاكل والعزائم في رمضان نحتاج ان احنا نهضم الاكل. أهم شيء يساعدنا على الهضم هو المشروبات العشبية، ومنها اليانسون والروزميري اللي هو إكليل الجبل والزعتر، كثير مهمة في عملية الهضم. ناخذها بعد الأكل مباشرة، أو ممكن ننتظر نص ساعة وناخذها. طريقة تحضيرها مرة سهل، مجرد أن احنا ناخذ العشبة ويكون عندنا الإبريق جاهز ونولع النار عليه بالشكل هذا، ونضيف العشبة في وعاء معدني داخل إبريق. نحرص كثير إنه ما يمتزج، هذا المصفي كثير جميل وكثير مفيد. النار ما تكون عالية عندنا ولا تكون واطية، تكون متوسطة. ناخذ العشبة بالشكل هذا ونضيفها في الإبريق، ونتركها أول ما ندخلها في وسط الموية بالشكل هذا، نحركها بشكل بسيط ونطفي النار على الإبريق مباشرة،
وبالشكل هذا نتركها تخدر طول فترة اللي نبغاها فيه. نقدمها في المجالس بالشكل هذا، نحطها على الفواحة ونتركها تاخذ الحرارة من تحت بالشكل هذا، نقعد مدة طويلة واستخلصنا فائدتها بدون ما نفقد قيمتها. أهم شيء بالمشروبات العشبية هذه إنها ما تغلي على النار. لو غليت الأعشاب على النار تفقد قيمتها، وبالشكل هذا ما حتساعدنا على عملية الهضم. من ضمن الأعشاب كمان البابونج، وهو مفيد جدا في عملية الهضم وبنفس الوقت مهدئ في المساء. ومن ضمن المحليات اللي نستخدمها العسل والسكر. العسل مفيد جدا وخصائصه الغذائية جدا عالية، والسكر يعطي تحلية جميلة للنكهات والأعشاب العطرية اللي احنا نستفيد منها في الشهر الفضيل، وبتساعدنا على الهضم بعد الأكل الكثير. ورجعنا لكم عشان نشوف تكملة الطبق حق اليوم وشو بنغرفه وبنحضره. شايف ايش بتسوي لنا الحين؟ دلوقتي نبدأ نغرف طبقنا. ممتاز. في عندنا صلصة الطماطم اللي احنا عملناها مع بعض. نبدأ فيها؟ نبدأ فيها. تنحط على جنب جنب المكبوس. حط على جنب، بتبقى صوص للرز عشان يتاكل بس يبقى الرز بتاعنا يعني. جميل. ودلوقتي في لحمتنا موجودة في الفرن. أجيب اللحمة معي. يلا. اللحمة طبعا استوت وعندنا ريحة الزعفران ما شاء الله والكركم والقرفة. ريحة طلعة رهيبة. مميزة. ممتازة. غير كذا اللون نفسه والعظام طلع، يعني زي ما يقولون اللحمة طلعت من العظام. عندنا الرز بتاعنا حلو، تعمل بالصوص مع اللحمة مع التست بتاعه، أخذ كل النكهات اللي في اللحمة. ممتاز. وفي السلق طلع كل الريحة الحلوة اللي أساسها موجودة في البهارات الأساسية. وعشان أبين لك الشطارة ما فيش لزقة تحت. أوكي. أكيد أكيد. طيب إحنا بنعمله زي دايرة صغيرة. ايه اوكي، يعني بنسوي اليوم العقال. ايه العقال. العقال بنسوي اليوم العقال، بنسوي الرز زي عندنا بنسميها الطاقيه تختلف يعني. طيب عندنا اللحمه بتاعتنا، ننقي وحدات اللحمه الكويسه الكبار القطع الزينه، الطعم الحلو والطعم الجميل، ويبقى ممتاز معنا طبق يوم، طبق تقيل مش خفيف. اكيد. ما ينفعش نقول عليه خفيف. ولذيذ. ولذيذ بالتاكيد، ويكفي الأسرة والضيوف واللي جايين، والناس تشبع فيه في الفطور. أو إحنا على فكرة ترى هذه الأشياء كلها سحور بالتأكيد. أي ده عندنا الحاجة بتاعتنا في الحشو. الحشو أوكي، بس هنحطه ما بين اللحمة وبين الرز. نعم. وننثر شوي ممكن على اللحمة لو بغينا. أي مظبوط. في عندنا ناس يعني انا شفت طرق تانية وانا بعملها في الفندق، في طرق تانية بعملها بطرق تانية، انا بقلب الحشوه مع الرز وبالطبخ. ممكن أي. في ناس على فكره تحب الرز بدون حشو، فممكن نحطه بصحن جانبي واللي يبي يغرف على كيفه كميه الحشو اللي يبغاها. ده موجود معنا شويه، نحطهم في صحن جانبي على اساس ما حد يقعد يقول لك انا ابغى رز بحشو ورز بدون حشو. هذا هو صار على جنب، واللي يبغى يختار الدقوس من هنا والحشو من هنا. طيب عاوزين نحط شويه مكسرات لو عاوزه؟ ممكن. انتوا بتضيفوا هذا عد لمسة الشيف. ايه هنا لمسة الشيف يعني. يعني عاوزين نحط لها طعم زياده شويه، ونحط لها الطعومات الحلوه الجميله يعني نخليها هي غنيه بس نخليها اغنى شوي ان شاء الله. والبقدونس طبعا حاجه خضراء تكسر اللون معنا. صحيح، اللون الاخضر كثير حلو. طبق جميل وحلو والتزيين احلى كمان. طبق جميل. تسلمي ان شاء الله. كثير حلوه طريقه الغرف حقتك شيف وجميل. ممكن نضيف شويه لحم على الطبق زي ما نزيد شوي، نحط على الحواف الاركان اربعه. أوكي. ايوه على اساس ندي شكل ديكور جديد. والله هي دي وصفتك وانت حره فيها. لا هذه لمستك وانت حر فيها. تسلمي. شيء جميل. الست هود بعتت لنا الوصفه، لازم الصبح لازم تتعمل بنفس الطريقه ونفس المقادير، حتى احتجتها في حاجات كتير في المطبخ فجت ساعدتني. ان شاء الله. شكرا كثير شيف، الطبق جدا حلو مميز، والديكور كثير حلو اللي حطيته والاضافات. طبعا. نلتقي معاكم بعد الفاصل ونرجع للحلويات ونشوف معانا وردات الشام. رجعنا لكم مع الحلويات، ومعانا اليوم عجينة مميزة وكبيرة. إيش بتسوي لنا اليوم فيها يا شيف؟
الله، هي احلى عجينه في الحلواني واصعب عجينه في الحلواني. انا شايف الحجم وشايف الصعوبه، فاشرح ليش موضوعها. هي دي عجينه البقلاوه. بقلاوه بيطلع منها حوالي 20 صنف من الحلويات. نعم. وكلها حلويات هشه وظريفه، وتبقى الحلو بتاعها كمان مش تقيل. وحلويات شرقيه بالمقام الاول بالتاكيد طبعا. جميل جدا. نبدا فيها. لو شفنا، هي العجينه عباره عن دقيق وميه وملح مش اكتر. ابدا بسيطه. أبداً. جدا بسيطه جدا، بس بتقطع لقطع صغيره حوالي 60 جرام القطعه، وبتتفرد مع نشا كتير جدا لان هي بتخليها كريسبي. نعم. بتخليها مقرمشه شويه، وبنستخدم عليها النشابه اللي هي الكبيره دي. انا شايفه وبنستخدمها في حاجتين، في البقلاوه وفي الخناقات. عايز تشوف. لا خلينا الحين في المعجنات. ماشي اوكي. هي بس بتبقى كبيره جدا، وبتبقى حوالي 12 طبقه. نعم. وزي ما انت شايفاها هي عجينه رؤيها كتير، يعني وهذا اللي يخليها تنفش معانا بالفرن بالتاكيد طبعا. إيه؟ ودي رؤيها كتير، هي نفس فكره البوب باستري او عجينه الباستري. نعم. اللي بتحط فيها بتبقى رقات. نعم. بس دي هنا ما في زبده بالنص. ما في زبده، بس هي تاخد السمنه في الاخر. ايوه. فبتدخل الفرن بتاخد الحراره، بتطلع منها رقات كويسه وشكلها جميل وطعمها خفيف. يعني ممكن تاكلي منها مش واحده بس وتلاقي نفسك جزعت. نعم. ممكن تاكلي منها ثلاثه اربعه كتير لخفتها. ولهشاشتها ومع الحشوات المختلفه بتدينا طعم لذيذ كتير. والله كثير حلو. وش الحشوات حقتها اللي بنختارها اليوم؟ في عندنا حشوات كثيره، في عندنا حاجه اسمها الكريمه الكدابه. ايوه. الكريمه الكدابه دي بيبقى بس لبن ونشا. حليب ونشا. حليب ونشا بس، ما نضيف له ولا شيء على النار. على النار وحركها. ايه، ونحرك بس مش اكتر لحد ما تدينا القوام ده. بنبردها وتبقى نفس القوام الجامد. يعني النشا هو اللي بيشد معاي في الموضوع هذا، زي المهلبيه بس من نار. سكر. فهمت. دي بنسميها كريمه كدابه. ليه؟ ادم انا مش لاقي الكريمه قشطه الغنم الفريش الحلوه اللي من اسواق، ودي بنتعب على ما بلاقيها شويه. هذه فعلا انا ادورها ساعات يعني ما احصلها. وعندي الكريمه الكدابه بتدخل الفرن مش مشكله. لكن هذه ممكن نلاقيها من المصادر الطبيعيه، بعض الشركات او بعض الاشخاص اللي يتعاملون مع الاشياء العضويه بالتأكيد. المتواجده عندهم. بالتاكيد. إيه؟ بس طبعا تبقى اسعارها خرافيه. صحيح. في عندنا تقطيعات زي ما نحب. نعم. يعني في عندنا تقطيع بنسميها الشعبيات. نعم. ودي بتبقى المربعات. هذه التقطيع المربع بنستخدم الساطور فيها. هي سكينه البقلاوه او الساطور هي بتبقى فاضل ليها، بتبقى كبيره. وما باخدش السكينه واكحت بيها، لا بتبقى من فوق وتحت ضغط. بالضبط. لان زي ما انا شايف الرقات كتيره قوي، لو سحبت بتلم معايا العجينه. تجمع العجينه؟ تجمع العجينه. اما انا بحطها من فوق لتحت وبس بضغط مش اكتر. ماشي؟ في منها اعملها اشكال كتيره. وهذه اسمها الشعبيات. دي اسمها شعبيات. اي. دي موجوده في الحلو الشرقي ومشهوره جدا في كل مكان. في عندي اللي انا ممكن احشيها. اوكي. يعني عندي اللي انا ممكن احشيها بالكريمه الكذابه. كريمه الكذابه. نعم. اوكي. والحشوه نحطها بالنص عادي. الحشوه بنحطها بالنص وتبقى معنا، بنقفل عليها. وانا ابغى شكلها يكون كثير جذاب، لان اللي ابغى ازينها اليوم ابغى اصفها في طبق كثير مميز وكثير حلو، ابغى شكلها مره حلو يفرح. هي عجينه سهله وصعبه في نفس الوقت. فبتعامل معامله هوينه شويه. إيه؟ وبتبقى معقوله معنا. احشيها زي ما انا عاوز، احشيها مكسرات. إيه؟ عاوز احشيها كريمه، عاوز احشيها قشطه، زي ما احب. هي بناخدها بس الطرف ده وبنقفلها على الطرف التاني ونطبقها. خلاص. هي صارت جاهزه؟ دي جاهزه. تدخل جاهزه للفرن. خلاص. قلبتها. والله فعلا سهله. بس هو الفكره يعني في طبقات او رقات العجينه نفسها. هي الفكره في العجينه مع السمنه. لو العجينه ملزقه في بعضها تطلع زي الخبز. ايوه. بتبقى ملهاش لازمه. خلاص. لكن لو العجينه تمام ومعاها النشا بتديها. أيوة. القرمشه بتاعتها تمام ومعاها السمنه ومعاها العسل، مع الحاجات دي كلها المكسرات، بتدينا طعم بيبقى كتير حلو. كتير حلو مميز. في عندنا الحشوه الكريمه. الكريمه حقتها. اللي هي بنسميها الكريمه الكدابه زي ما قلنا. ايه. وفي لو عاوز احشيها مكسرات، عاوز احشيها اي شيء احشيها. طب نبي كريمه صادقه الحين. اي موجود. طيب اللي من غير اللي احنا هنحشيها قشطه. اي. هنقفلها ساده، هنقفلها من غير ما نحط لها حشو. اي. القشطه ما تذوب معانا بالحراره؟ لا، القشطه مش هتدخل الفرن. آه. بعد احنا بنحطها ساده. بعد. وبعد ما تطلع من الفرن. القطايف. بالتاكيد. بعد ما تطلع من الفرن بحطها القشطه بتاعتها. يعني تكون شيء بارد على بارد. بالتاكيد. وزي ما احنا شايفينها. والله شكلها حلو، خلي اشوفها. ممتازه. والرقه حقتها مفيش، مره الورقه بتاعتها خفيفه جدا، يعني لو شفتيها يعني فعلا عامله زي الورق. شفتيها؟ مفيش فيها اي شيء. جدا حلو. اوكي.
في عندنا اللي احنا عملناها هي ساده. هذه حكينا عنها الشعبيات، انا ابغى اشوف موديلات ثانيه. طيب الحين اوكي من انا اي حاضر خلصنا. لا تعرف انا اليوم صفتي ابغاها مميزه، ابغى شيء مره حلو. في عندنا انواع ثانيه كثير. أي. يعني ممكن في انواع اللي انا بقطعها بالقطعه الكوكيز نفس هي الشكل. في عند القطعه المدوره البسكوت عادي، في عند القطعه المدوره، في عند الاشكال زي ما بحب. هي بس احطها على عجينه وبضغط عليها. وهذه ما تلصق العجينه مع بعض؟ لا ما بتلصق العجينه مع بعض. انا اللي شايف انها العجينه ناشفه، وهذا شيء مره مميزها. العجينه عشان فيها نشا كثير. ايوه فبتخليها يعني كانها ورق. يعني ما بتلزقش مع بعضها ابدا. ودي بتخدمنا في الفرن اللي بتطلع رقات. بتطلع مع الزبده وبتشتغل مع السمنه وبيطلع فيها رقات كثيره قوي. خلي اشوف شكل هذه. اتفضلي لو تعرفي تشيليها. اتفضل عديهم. ان شاء الله هتعديهم؟ بعدهم. والله فعلا زي قطع الورق بالضبط. هي بس هناخدها ونحطها. حلو كثير. في الحاجة ترص في الصواني. ترص في الصواني زين. وبعد كذا بنحطها في الفرن. قبل ما نحطها في الفرن ما تحتاج ان انا ابعد القطع عن بعض مثلا، ولا هي كذا اوكي؟ لا باقي المعجنات مثلا تقول لك ابعدوهم عن بعض لانها ممكن تفرش. عشان فيها عجينه وخميره، دي لو لازقه في بعض مش هيقرا لها. عادي يعني حتى لو تكون مثلا قريبه مجرد مليمترات خلاص. احنا يعني بنلزقها في بعض بتحط الصينيه ما بتشوفيش ارض الصينيه. حلو. ماشي. وهذا ايش؟ ده السمنه السايحه. السمنه السايحه. ما تتعملش باي نوع ثاني. ما ينفعش تعمل بالزيت، ما ينفعش تعمل بالسمن النباتي. اطلاقا. لازم السمنه السايحه واحسن حاجه السمن الحيواني العادي. السمن العادي. اللي كان اهالينا بيعملوه في البيوت زمان. ايوه. اللي هي كانوا بيشتغلوا يعني نفس السمنه اللي موجوده في الاسواق ناخذها ونسيحها. ناخذها ونسيحها، نخليها بس سيحها شويه وتكون المصادر حيوانيه مش بالتأكيد. نباتيه. هو النباتيه بتشتغل بس ما تبقاش نفس الطعم اللي احنا عاوزينه. نعم. بنراعي السمنه تكون كتير. نغرقها. نغرقها سمنه. اوكي. شيء حلو. خلصنا هنا. ممتاز. في عندنا هنحطهم في الفرن. اوكي. ونسويهم الفرن. قديش تقعد بالفرن؟ دي بتقعد 150 درجة الحرارة. حرارة خفيفة. وبتقعد حوالي 40 دقيقة. أي رف بالفرن؟ الرف الوسطاني مع تشغيل المروحة. الرف الفرن إذا ما عندي مروحة طيب. تعملي فرن جاز عادي. فرن فوق وتحت. وسيبي. اوكي. طيب. بس يعني مروحة تبقى أفضل بكثير. إن شاء الله. في الحلويات. اللي طيب. ما عنده مروحة عادي. في عندي شوية أنا مجهزهم من قبل. فهنروح معنا الفرن نجيبهم. يعني لو بصيتي للاشكال اللي عملناها عقب ما جهزت واستوت. دي اللي محشيه فيها الكريمه الكذابه زي ما قلنا. هذه الاولانيه حتى حجمها حلو، هذا حجمها كبير وهذا حجمها صغار. ودي الصغيره اللي احنا عملناها بقطعه بالقصاصه اللي نفس هذه بالضبط. ايوه. اول ما تطلع من الفرن على طول هي بتبقى دافيه، فلازم تسيب بالقطر بتاعها او العسل الشربات بتاعها على طول. العسل بتاع دوت بيبقى كيلو سكر عليه كوبايتين ميه، بيبقى تقيل شويه. ثقيل. نحط عليه ليمونه ونص برتقانه. يعني الشيره حقته الشيره ثقيله شويه. ثقيله شويه. بس لما تطلع طيب الشيره حاره ولا بارده؟ لا حاجه من الاثنين لازم تكون بارده. اي يعني اذا هذا بارد طلع حارة. الشيره حاره. اي دي طلع حاره لازم تبقى الشيره نفسها بارده. طيب واذا هذه البقلاوه عندي بارده الشيره لا هي ما تنفعش تبقى بارده. يعني على طول لازم تطلع من الفرن نسقيها على طول. لازم تطلع من الفرن نسقيها على طول الشيره ونسقيها. إيه. طيب احنا خلاص عملناها. هذا الشيء ما يخليها تلدن؟ لا يعني الظن طفى. انا بعد ما بسقيها بالشيره العسل بتاعي واخليه تقيل بعد ما احط لها العسل واخليها عسل شربات كتير انا بصفي منها العسل كمان. تصفيه؟ بصفي منها العسل يعني ممكن نحط السلك ونصفيه براحتنا. ممتاز. في عندي هاي. يلا. في عندي القشطه اللي انت بتحبيها كتير ان شاء الله. ايه. في ممكن افتح اثنين منها ابغى اقدمهم يعني الحين انا. خلاص. اي في انا عندي عمل شويه موجودين كثير حلوه الطريقه حشوتها سهله وريني. في عمل شويه من الاول نجيبها ونشوف نقدمها ازاي. يلا. حلو الطبق اللي على شكل البرج اشوفه. هنجيب. جميل جدا. خلينا بعد هذا. والله العجينه هذه انا عجبتني مره اليوم. طيب هو استاذنك نرص عليه شويه؟ اي تفضل. اتفضل. يعني احنا ممكن نرصها بطريقه بسيطة. ممكن ترص اللي انت عاوزاه. في عندي انا برص هذه تحت. في عندي هاي الصورة لان ابغى التقديم اليوم كثير مميز عندي وكثير حلو.
وشيء يعجب اللي جايين كلهم إن شاء الله، وأي أحد بيتفرج علينا بيشوف شيء كثير حلو وكثير مرتب. اللي فوق دي اسمها وردات الشام. وردات الشام جاية من الشام. نعم. فده حاجة جميلة جدا وشكلها شكل الوردة. أي. وعليها مربة ورد. ورد وعليها مربة ورد من فوق الحمراء، هذه مربة الورد مع الفستق. مربة الورد جميل مع الفستق. إيه. وفي عندنا تحت شعبيات. شعبيات، هذه شعبيات حلوة. شكلها ممتاز وجميلة. مثلثة. أي مثلث. مثلثة كثير حلوة. لو تحب صاد. يا ريت. ممكن نضيف شوية شعبيات دم بالوردات وتطلع حلو بعد. هم يعرفوا الناس العجيب. وكثير حلوة والحشوات والتنوع مع التزيين بالفستق وشرة الشيرة. خلي أحط هذه هنا. طب إيش رأيك نحط واحدة بوحدة يعني كذا واحدة ونحط هذه هنا. هي بتبقى ست البيت لها أذواق كثير مختلفة وأذواق جميلة. أوبا طاحت مني هذه. تفضل. خلي أضبطها. أوكي. يلا تمام. ده كده صبق النهائي بتاعنا. ممكن نزود حاجات كثيرة، ممكن أحشي مكسرات، ممكن أحشي جوز فستق زي ما نحب. أي حشوة أنا أبغاها. أي حشوة أنت بتبغيها، بس أهم حاجة تبقى العجينة كويسة وتبقى ممتازة. تسلم إيديك شيف، الطبق رائع والتزيين أحلى، ونشكرك على هالطبق الجميل وشكرا جزيلا. بعد ما قدمنا أطباقنا اليوم وشفنا التنوع الموجود كله، بنتكلم مع الشيف محمود. احكي لنا اليوم عن الأطباق اللي قدمت لنا إياها اليوم. أنا عملنا اليوم الطبق الرئيسي. نعم. مكبوس اللحم بالطريقة الإماراتية الأصيلة. حلو. مع صلصة الطماطم، أنتوا بتقولوا عليها دقوس، أنا بقول عليها صلصة الطماطم. وفي عندنا الحشو اللي احنا عملناه وحطيناه على جنب، وعندنا الحلو الجميل اللي عملناه وردات الشام مع الشعبيات. انا حابه اسمع كمان شيف سمعان على الشوربه الحلوه، احكي لي عنها وعلى الشراب. لا احنا بقول شيء، برشنا بشراب التوت المنوع ورجعنا عملنا شوربه اللقطين. نعم. وقدمناهم كمقدمات قبل الافطار. تسلم ايديكم وشكرا جزيلا. ونشكر مشاهدينا اليوم على متابعتكم لنا في برنامجنا، وان شاء الله تكون عجبتكم الاطباق ونتلاقى معاكم عما قريب ان شاء الله.